سلمى، كتير بنسمع عن علاقات الحب بتستمر وبتنجح، وكتير كمان بنسمع عن علاقات بتنتهي سريعا وبيظهر الفرق بين الحالتين إلا وهو الاحترام والاحترام المساحة الشخصية للطرف الآخر، وهذا الأمر يحدث كثير من الالتباس عند كثير من الأشخاص في بداية العلاقات الشخصية بغرض السيطرة ومعرفة كل شيء عن شريك الحياة. لكن كيف نقدر ندافع عن الاستمرار العلاقة وشريك الحياة مع احترام المساحة الشخصية لتدوم العلاقة وتنجح أطول فترة ممكن؟ الجواب مع الدكتورة هناء برقاوي، أستاذة مساعد في علم الاجتماع بجامعة دمشق. صباح الخير ورمضان كريم. صباح النور وكل عام وأنتم بخير. كل عام وانت بخير، واهلا وسهلا فيك يا دكتوره. يا هلا، اهلا وسهلا فيك وانت بالف خير. يخلينا ياك يا دكتوره. استمع. بدايه خلينا نبدا معك من المساحه الشخصيه الخاصه بكل شخص. يمكن كثير بنسمع انه متى ما انتم زوجتوا صرتوا شريك واحد او صرتوا مؤسسه واحده، مؤسسه الزواج، هل تختفي المساحه الشخصيه بين الاشخاص بعد الدخول في مؤسسه الزواج؟ لنقدر نوصل للمساحه الشخصيه بين الزوجين لازم اكد انه المساحه الشخصيه موجوده عند كل شخص فينا، سواء كان متزوج او غير متزوج. بينك وبين زملاء العمل لازم يكون في مساحه شخصيه، بينك وبين اسرتك لازم يكون في مساحه شخصيه، بينك وبين زملائك اصدقائك لازم يكون. فشو هي المساحة الشخصية؟ هي حيز صغير، مسافة صغيرة بيقدر يقوم فيها هذا الشخص ببعض هواياته اللي بيرتقي فيها، بأموره، بالشغلات اللي بيحب يساويها، بمعزل عن أمه، عن أبوه، عن أخوه، عن زوجه، عن زوجته، بيقدر يقوم فيها ويتحرك فيها بحرية. كيف ممكن إحنا، طالما عم بتقولي الزواج هو مؤسسة، الزواج هو مؤسسة إذا مبنية على عقد. العقد طبعا ما رح يكون مكتوب مثل أي مؤسسة اقتصادية، هو عقد شفاهي. المفروض يكون قبل أثناء الخطبة الزوجين الخطيبين يقعدوا مع بعض يحكوا لبعض شو بيحبوا، هوايات، زيارة أصدقاء، بعض الهموم. في واحدة بتحب تشرب الشاي بلا سكر، بجوز جوزها بده يشربها اياه بسكر. في امور كثيره خاصه وشخصيه، تفاصيل صغيره المفروض يتفقوا عليها مشان لما يتزوجوا يقدر كل واحد يمارس حياته. الزواج مثل ما قلتي شراكة، شراكة بالآمال، بالطموحات، بالآلام، بالمصاعب الحياة، بمصاعب الحياة. هذا كله لا يمنع، لا يمنع أن يكون لدى الشخص حيز صغير. طبعا لما أقول مساحة شخصية ما يتبادر لدى الذهن أني أنا عم شجع أنه الزوجين، وخصوصي عم نحكي عن المساحة الشخصية بين الزوجين، يقدروا يعملوا اللي بالدنيا بالمساحة الشخصية بما لا يتعارض مع العادات والتقاليد والقيم اللي بنعيشها. يعني يروح عند رفقاته، يلعب عند يزور أهله، حابب يقرأ رواية، يتفرج على مباراة، زوجته ما بتحب تتفرج عليها، هي تشوف مسلسل هو بيحب يتفرج عليه. هاي الأمور البسيطة كتير اللي ممكن تصير فيها مشادات ومشاكل، إنه لا بدك تقعدي معي وأنا عم شوف المباراة، لا بدي شوف المسلسل. هاي الأمور الصغيرة نحلها بإنه نتفق إنه هاي المساحة الصغيرة خلال هالفترة الزمنية اللي ما رح تتعارض مع علاقتنا، مع أمورنا الحياتية، أقدر مارس فيها الأشياء اللي أنا بحبها واللي بيحبها الطرف الآخر بحرية. وحكي كتير جميل دكتورة، بس قديش فعليا نحن نقدر ننفذه على أرض الواقع؟ يعني في كتير من العلاقات نحن بنتفاجأ فيها، بتقلك علاقة حب دامت سنوات وفي انفصال مفاجئ، بتلاقي في كتير من العلاقات على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا على الفيسبوك حب وغرام، وفجأة بتلاقي في قصة مثلا وتم انفصال ولاد. يعني في كتير اختلاطات وكتير من التساؤلات يمكن هلأ أي اثنين مقبلين على الزواج بيفكروا فيها وبياكلوا هم. خلينا نحكي يمكن مع بداية الارتباط من الأول مثل ما قلتي، إذا بلشنا نحط أسس صحيحة مع احترام المساحة الشخصية بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا مثل ما قلتي، قديش فعلا أنا ممكن هون أضمن استمرار العلاقة الزوجية بشكل سليم؟ نور، حطيتي إيدك على الجرح. أنت، إحنا ما عندنا مفهوم حقيقي لعلاقة الحب، لعلاقة الزواج، ما بنعرف شو هي حقوقنا وواجباتنا. إحنا فقط بنعجب بالشخص الآخر، بهمنا الكلام الحلو اللي عم ينقال، بهمنا الوردة اللي بيجيب لي إياها أو الهدية اللي أنا باخد له إياها. في أمور كتيرة أهم من الكلام. صحيح. الحلو، في أمور كتيرة هي القصة، مو قصة ساعة عم شوف فيلم سينما، في قصة رومانسية واطلع وانسى الموضوع. القصة هي حياة مستمرة، الكلام الحلو، الورود اللي بتنجاب بالفالنتاين او عيد الحب ما رح تستمر وتدوم للأبد.
لأنه في أمور أخرى بتطغى عليها. إحنا إذا كنا شاطرين وإذا كنا واعيين لهالمسألة من البداية منحط نقاط ارتكاز منرتكز عليها، بشوف شو هي حقوقي، أول شيء شو واجباتي اللي أنا بدي أقوم فيها، شو حقوقي. متى معرفنا مسألة الحقوق والواجبات المترتبة على كلا الطرفين بتقدر تنجحي بأي علاقة، علاقة الصداقة، علاقة الزواج، علاقتك بينك وبين امك وابوك، بينك وبين اسرتك مع اخواتك. وقت اللي بتعرفي انت شو عليكي شو اليك، شو عليكي وشو اليك، وقت اللي بتقومي بواجباتك مطالبتك بحقوقك بتكون امر بديهي بتحصلي عليه طالما ما في اي تقصير لواجب انت اديتيه. هي الشغله كثير بسيطه، نعرف شو قلنا وشو علينا. متى ما عرفنا شو قلنا وشو علينا، حتى اثناء علاقه الحب قبل الارتباط، حتى اثناء الخطبه، وقت اللي انا بعرف بهمني أعرف السلبيات قبل الإيجابيات. الإيجابيات أنا بشوفها في أمور صغيرة ما بتبين للمقبلين على الزواج، تفاصيل كتير بسيطة بتنكشف بعد الزواج. أنت ما قلت لي عليها، أنت ما قلت لي عليها، أنت ما قلت لي بتتأخري بالنوم، أنت ما قلت لي بتشخر، أو العكس. أمور كتير بسيطة. بس يمكن الضابط المايسترو الأساسي لهي العلاقة بعتقد هي المرأة اللي بتكون أزكى الاثنين. ما فيك تقولي مرأة ورجل بهي العلاقة، الاثنين مسؤولين عن نجاح العلاقة. ليه المسؤولية لك؟ احنا ليش دائما بدك تحملينا نور؟ احنا المسؤولية أزكى بالتعامل. أزكى بحكم معي. أنا شوي بحس أنه هي لا، لازم تكون تشاركية بالنص يعني. أنا مع يعني أنه مثلا كلياتنا ممكن يكون في عنا طباعة شوي غريبة. ليش أنا ممكن أتقبل أني عندي طبع ممكن يطلع وما أشوفه غلط، والطرف الثاني ما لازم يتقبل هذا الشيء؟ فهي شراكة يمكن لازم نور أصدى كلامك صح. يمكن نور أصدى أنه تكون أزكى بحيث أنه تعمل كنترول وقت اللي ممكن يصير. هي عقلية المرأة أزكى، هي أكثر لينا بالتعامل. هي هذا مو دائما، مو هذا كمان بيوصل لنا مشاكل. ما فينا نعمم احنا لانه رح توصلي لمرحله يصير في عندك تراكمات تراكمات تراكمات، تنفجر العلاقة. اذا ما انحليت تحولت لضغط، الضغط رح ينفجر باي لحظه من اللحظات. احنا ليش لنوصل الامور لاني انا راكم الامور فوق بعضها وبعدين انفجر ما عاد لاقي حلول صغيره؟ من البدايه، من اول مشكله بالخطوبه المفروض انا شوف شلون بدي حلها انا وياه. اليه الحل بتختلف. يا ترى بيستشير حدا؟ مو غلط نستشير، بس بكل صغيره وكبيره بيستشير. اذا وين دورنا احنا لحتى نقدر نحل هاي الامور البسيطه اللي ما بناخذها بعين الاعتبار ومنسطح؟ بسيطه رح نمرقها من هاي بتمرقي اول مره وثاني مره وثالث مره. وقت اللي بتوصلي بتقولي انا تزوجت، لا لي استقلاليتي، لا انا لي استقلاليتي. اذا ما من البدايه اسسنا قواعد وارتكازات اساسيه لعلاقتنا، ما رح اقول لك رياضيات ومحسوبه بالورقه والقلم، لانه لسه المشاعر بتلعب دور. اذا زعلني وراضاني بكلمه بجوز نرضى، بس بنرضى وما بسكت اني برضى بمصالحه بسيطه. المفروض ارجع وقت اللي بنهدى لانه نبحث بجذور المشكله حتى ما راكم عندي، او العكس شريك الاخر يراكم. احنا بنهدى بنصالح، لكن المفروض نرجع بلحظه صفا نقعد نشوف كيف بدنا نحل هالمشكله وكيف اساسياتها بتصير لحتى نستمر. ما نرجع نتيجة غلطة تانية نطلع القديم والجديد. تمام. احنا دائما من راكم هذا اللي بيصير بالعالم. وكل الطرفين بيقولوا لك طب ليش عم تتذكري المشكلة القديمة؟ لا بدك تتذكريها لأنه ما تم حلها، لكن لما نحلها ونزيل مسبباتها من أرض الواقع ما رح أتذكرها لأنه الأمور تبعها صارت واضحة بالنسبة لي كتير. هذا يمكن اللي كان بدي أسألك عليه دكتورة، أسلوب الحوار والنقاش نفسه، بما يعني أنه أنا عم حافظ على حريتك بأنك تقلي شو بدك وشو اللي بيعجبك شو اللي بيرضيك، ونفس الوقت أنت عم تحافظ على أنك تسمع على الأقل أنا شو بدي. دائما بيكون في بين الاثنين أنه ما تعاتبي، لما بتعاتبي بنفر ما عاد بدي أدخل بتفاصيل المشكلة. شو هو الأسلوب الصح لحتى أنا أقدر فصفص القصة من جذورها؟ مثل ما قلت لك، مو باللحظة اللي بيكون فيها الأمر واصل للذروة. وقت اللي بيكون الأمر واصل للذروة أي نقطة للتفاهم رح يكون فيها استحالة، لأنه بيكون الغضب لسه ملازم الإنسان ومسيطر عليه، وبالتالي عملية التفكير والإحساس بأنه أخطأ أو الطرف الآخر كان مصيب أو الخطأ من الاثنين ليقدروا يشوفوا صح بدهم هدوء. لهيك منقول الطرف اللي بيكون معصب الطرف الثاني المفروض يكون هون هادي. هون بيجي حكي نور. مو ضروري مرأة، بجوز المرأة تعصب الرجل يكون هادئ، بجوز الرجل يعصب المرأة تكون هادئ. هي حسب الطرف مين هو. بدنا الطرفين هالطرفين يكونوا قادرين لما الواحد يطلع الثاني ينزل. وقت اللي بهال
بالحالة هي بنقدر نوصل لنقاط ارتكاز، وبالبداية أنا برأيي ما نشاور حدا ونشوف إحنا قدرتنا على حل مشاكلنا. إذا بدأنا بالمشاورة للآخرين كلنا صغيرة وكبيرة ما رح نقدر نعتمد على حالنا. إذا مشكلة بيناتنا بكرة مشكلة بيننا وبين الأولاد، فهي الأمور رح تصير صعبة. نجي للحوار، الحوار الحقيقة إحنا عنا ثقافة الحوار عنا، اسمحي لي إذا ما قلت صفر خليني أقول اثنين أو ثلاثة. بس هي فينا نرجع للنقطة الأساسية اللي قلتيها دكتورة، هي الثقافة مش فقط في الحوار، ثقافة لمفهوم العلاقة مش واضح. يعني الثقافة شو علينا، شو واجباتنا من خلال التربية والبيئة. يعني بنرجع للنقطة الأساسية، أساسا ما بيكون عندي حوار لأنه أنا ما نربيت على أيوة هذا الشيء. هذا اللي كنت بدي أقوله، هذا اللي بدي أسألك عنه. يعني البداية هي قلتي أنتي بأول حديثنا هي الثقافة الموجودة، مفهوم العلاقة، مفهوم الشريك. أنا إذا ربياني على مفهوم الشريك صحيح، إنه هو شريك حياة مش تملك، بقدر أنا أسس العلاقة صحيحة. هي يعني الثقافة مش فقط بثقافة الحوار، المشكلة بثقافة العلاقة ككل، إن كان من البيت من الترباية حتى أيوة. وصلت أنا للحياة الخاصة فيني. الشخص اللي ما بيعرف ثقافة الحوار واللي ما تحاور أو ما حاور حدا هو صغير، صعب تقليله عود وحاور زوجتك أو عدي وحاوري زوجك. إحنا بدنا نأسس لهالجيل الصغير انه نعلمه 1+1=2، بس ما صاروا 2 الا وقت اللي بدانا بحل المساله الرياضيه صح. هاي الامور بتجي بالتربيه، بالميران، بنمارسها بشكل عادي، بنوصل لحياتنا الزوجيه ثقافه الحوار موجوده. احنا بنسمع بس ما بننصت. يعني الرجل او المراه بيحكي زوجها، رح خليني انصف الرجل شوي، بيحكي الزوج بتقول له ايه عم بسمعك. هي المفروض مو تسمعه، هي تكون منصتة له بكل حواسه لحتى ما تفوت، او العكس الطرف الاخر. فما بدنا احنا نحكي بدون ما يسمع الطرف الاخر، بدنا تكون عندنا ثقافه الانصات. وقت اللي بتكون ثقافه الانصات موجوده، وقتها بنقدر احنا نحط صحيح. ايدنا قديش فهمنا من هالمشكله وقديش ما قدرنا نفهم فيها، ووقتها بنشوف اذا بدنا شريك اخر يساعدنا بعمليه الحل، ومين هو بده يكون. هل هو الاهل، او ندعي ليكون في عيادات اجتماعيه موجوده بمجتمعنا تساعد هالزوجين على انهم يتلافوا الاخطاء والمشكلات البسيطه اللي عندهم. أكيد. يعني دكتورة، يمكن حديثنا لليوم بيريح الأشخاص بحياتهم بالعموم، مو بس بالعلاقة بين الزوجين، أي مؤسسة ممكن نحن نكون عضو فيها إذا ما كنا قادرين على هي التشاركية واحترام الخصوصية ونفهم الآخر، ما رح نقدر ننتج أكيد. أي شيء بالحياة. مزبوط. اليوم نصيحة ممكن نوجهها لكل يلي عم يسمعنا ولسه شوي ثقافة الحوار عنده أو احترام الآخر شوي غائبة. ذكرتيهم غاليتي، أول شيء الاحترام. الاحترام المتبادل بين الزوجين أمر كتير ضروري لحتى يبنوا أمور جديدة. اثنين، الثقة. يعني أنا إذا بوثق بشريكي أو شريكي بيثق فيني، ما في داعي كل ما رن الموبايل اطلع مين دقله، ما في داعي إذا قاعد على الفيسبوك مع مين عم يحكي، أو العكس، ما في داعي أشوف لما يروح على الحمام أو يروح على المطبخ أمسك جواله أو أمسك جواله ونكش فيهن. إذا بده يروح عند رفقاته ما في داعي أقول له شو عملت وشو ساويت، أو العكس، رحتي عند رفقاتك. في خصوصيات، إذا احترمنا هالخصوصية لعلاقته بأصدقائه واحترم هالخصوصية لعلاقتنا بأصدقائنا، ما عاد في مشكلة. وقت اللي بيكون في مجال لنحكي لحالهم الطرفين رح يحكوا إذا الأمر بيستدعي. إذا الاحترام، الثقة، عدم التملك. يعني ما حس صحيح. مثل ما قالت نور قبل شوي، الحب بيختلف عن أنه أنا بحبه بس ما بتملكه، في له أمور صغيرة حريته. طالما بنعرف أخيرا أنه تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين، الأمور محلولة. بيقدروا أي اثنين، ومنضيف لهم الحب، بيقدروا أي اثنين يبتدوا حياتهم بسعادة. ولو غالبتهم بعض المشاكل، عملية حل ما أنا مستحيلة، طالما هن اثنين واعيين وبيحبوا بعض بيقدروا يتجاوزوا أي صعوبة بالحياة. نتشكرك عن جد على الكلام الجميل دكتورة هناء برقاوي. يمكن قلتي بالختام جملة كتير مهمة، يعني تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخر. هذا المفهوم بجميع العلاقات الطبيعية، إذا فعلا أخذناه مفهوم صحيح فبتكون العلاقة فعلا مبنية على أسس سليمة. نتشكرك كتير دكتورة. وأنا بتشكر وجودي معكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتورة، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها.